السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى تغيرات دالة، وقد تطرقنا في فيديوهات سابقة عن ماهية الدالة وعن مجموعة التعريف وعن إشارة الدالة وعن كذلك حل معادلات ومتراجعات بيانيا وحسابيا، وتجدون كل ذلك على قناتنا على يوتيوب. ماذا نقصد بتغيرات دالة؟ لما أقول تغيرات دالة فهذا يعني أني أريد أن أعرف ما إذا كانت الدالة متسايدة متزايدة تكون ذاهبة في الاتجاه الصاعد، هكذا تكون منحنى الدالة ذاهب في هذا الاتجاه الصاعد، أو أنها تكون متناقصة، يعني إذا كان منحنى الدالة في الاتجاه الهابط أو النازل، وأنها تكون ثابتة، ولدينا فقط هذه الثلاث حالات الدالة ثابتة. فمنحنى الدالة يكون بهذا الشكل، لا هو صاعد ولا هو نازل. فمثلا الدالة CF في هذا المجال، في هذا المجال كيف نجدها؟ نجد أنها متزايدة، أي أن قيمتها تزيد. ما هي التي تزيد؟ التي تزيد هي قيمة الإجراك، يعني هنا في عند هذه النقطة انظروا قيمة الإجراك كم تساوي 0.5. عند هذه النقطة قيمة الإجراك ماذا تساوي؟ تساوي 1.2. عند هذه القيمة ماذا تساوي قيمة الإجراك؟ تساوي 1.5. فقيمة الإجراك راهي تزيد، فنقول بأن الدالة متزايدة. وهذا هو محور الإجراك، والذي هو نفسه محور الـ F لـ X. فمثلا لو يطلب تغيرات دالة F لمنحنها CF، هذا الذي باللون الأحمر، فنريد أن نحل ذلك بيانيا، فماذا نقول؟ نرى دالة متزايدة في هذا الجهة، ولكن هنا يتوقف التزايد وتبدأ تتناقص. إذن عند هذه النقطة التي هي نقطة التي هي قيمة حدية عظمى، ماذا نفعل؟ نقوم بالإسقاط على محور الفواصل. عند هذه القيمة، عندما يكون لدينا المماس في هذه النقطة يكون موازي لمحور الفواصل، يعني المشتقة في هذه النقطة تكون تساوي الصفر. إذن عند هذه النقطة واش ندير؟ أقوم بالإسقاط عموديا تشاقوليا على محور الفواصل. فلو أطلب تعيين تغيرات الدالة F بيانيا، هذه التي بلون الأحمر، فنقول أنها متزايدة في هذا المجال، إنها متزايدة. انظر كلما تقدم نحو اليمين قيمة إجراك سوف تزيد. انظر هنا قيمة إجراك، هنا قيمة الإجراك تزيد، هنا قيمة الإجراك تزيد، إلى هذه النقطة التي تعتبر قيمة حدية عظمى، والتي المشتقة لديها تساوي الصفر أو الميل، والميل هو نفسه المشتقة. سوف ننطلق فيديو الذي بعد هذا إلى دراسة المشتقة في تحديد تغيرات الدالة. ومن هنا في هذا المجال، من هنا من النقص واحد ونذهب إلى اليمين، كيف هي متناقصة؟ متناقصة. وعند قيمة واحد كيف تصبح الدالة؟ تصبح ثابتة مهما تغيرت قيمة الإكس، فإن قيمة الإجراك كيف هي؟ انظروا، فإن قيمة الإجراك ثابتة مهما غيرت قيمة الإكس. وقم بالإسقاط على الدالة إلى محور الترتيب، قيمة الإكس ثابتة، عفوا قيمة الإجراك ثابتة، انظروا مهما تغيرت. فنقول أن الدالة F، فنقول أن الدالة F متزايدة على المجال، ما هو؟ من الناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد، إلى الناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد. وأنها دالة F كذلك كيف هي؟ متناقصة. على المجال ما هو؟ متناقص على المجال من الناقص واحد، انظروا من الناقص واحد متناقصة متناقصة إلى قيمة الواحد. أقوم بالإسقاط دائما على محور الفواصل عند أخذ المجال، يعني من الناقص واحد إلى ماذا؟ إلى الواحد. كيف هي؟ متناقصة، متناقصة. وتكون ثابتة الدالة F، ثابتة على المجال ما هو؟ من الواحد إلى زائد ما لا نهاية،
من الواحد إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية. بعدما تطرقنا إلى تغير الدالة بيانيا سوف نرى ذلك هنا. من أجل كل x1 وx2 من المجال تاع الدالة E، مجال نفترض أن اسمه مجال E، فماذا يكون؟ لما يكون x1 أكبر من x2، x1 أكبر من x2 مثلا، x1 تساوي 4 و x2 تساوي 3، فالأربعة أكبر من الثلاثة، ماذا يكون؟ إذا حسبناها في الدالة ووجدنا أن f لx1 أصبحت أكبر من f لx2، وهذه تمثل قيمة الـ y f لx، فنقول أن الدالة كيف هي؟ متزايدة. سوف نرى في هذه الدالة هنا نعوض بقيمة f لx1، f لx1 يعني وش نعوض؟ نعوض بالأربعة في هذه الدالة، نعوض بالx1 هنا تصبح x1 أربعة، فتصبح 2 في 4 زائد 3. 2 في 4 كم؟ 8. 8 زائد 3 كم تساوي؟ 11. نحسب f لx2 ماذا تساوي؟ تساوي 2 في x2، x2 كم هو؟ 3 زائد 3 تاع الدالة تاعنا، ماذا تساوي؟ 2 في 2 في 3 تساوي 6 زائد 3 تساوي 9، ولدينا 11 اكبر من 9، معناها f لي x1 اكبر من f لي x2، f لي x1 اكبر من f لي x2، فهذا يعني ان الداله f متزايده. الداله f كيف هي؟ متزايده. لو نريد ان نرسمها بيانيا يكفي ان ناخذ قيمتين. رسم الدالة ألف يكفي رسم جدول صغير هكذا. نأخذ أولا قيمة صفر، نأخذ قيمة x تساوي صفر، لما نعوض هنا بالصفر تساوي 2 في صفر، صفر زائد 3 يعني تكون ناتج 3، يعني النقطة الأولى هي صفر 3. نختار واحد. نقطة ثانية ما هي؟ نعوض هنا بالواحد، 2 في الواحد 2 زائد 3 تساوي 5. يعني كيف سوف نعوض؟ ليس لدينا الخمسة، لهذا سوف نغير النقطة، سوف نعوض بناقص واحد، ونرى ناقص واحد في الاثنان تساوي ناقص اثنان، ناقص اثنان زائد ثلاثة كم تساوي؟ تساوي واحد. نعين النقطتين، هذه النقطة الأولى هي صفر ثلاثة، عند الصفر عند الثلاثة النقطة الأولى ها هي، ها هي النقطة الأولى، والنقطة الثانية ما هي؟ ناقص واحد واحد، ناقص واحد واحد هنا بالتقريب. والرسم مستقيم، دالة تألفية هي مستقيم، يكفي فقط رسم نقطتين أو تعيين نقطتين. فنحن نرى أن الدالة، دالة f التي رسمناها الآن كيف هي؟ متزايدة. انظر إنها ذاهبة في اتجاه صاعد، يعني أنها متزايدة. أما إذا كانت من أجل قيمة x1 وx2 من مجال E، إذا كان x1 أكبر من x2 وحسبنا x1 f لx1 وf لx2 ووجدنا أنها تغيرت وأصبحت f لx1 أصغر من f لx2، فنقول أن الدالة متناقصة. سوف نغير قليلا في هذه الدالة، لازال لدينا x1 هو أكبر من x2، 4 أكبر من 3، سوف نغير في هذه الدالة تصبح ناقص x زائد 2. الآن ماذا لدينا؟ f لx1 نعوض 4 في مكان x تصبح لدينا ناقص 4 زائد 2، وكم تساوي هذه القيمة؟ تساوي ناقص 2. أو نعوض بالثلاثة تصبح ماذا لدينا؟ ناقص ثلاثة زائد اثنان، وكم تساوي؟ ناقص واحد.
لا تقول لي أن الاثنين أكبر من الواحد، لأننا في المجال السالب تعكس وتصبح ناقص واحد أكبر من ناقص اثنان، لأن لدينا في المجال هنا لما يكون هنا صفر يكون هنا ناقص واحد وهنا يكون ناقص اثنان، فكل ما هو على اليمين أكبر من الذي على اليسار، ناقص واحد على اليمين ناقص اثنان على اليسار، إذن ناقص واحد أكبر من ناقص اثنان، كلما اقتربنا من الصفر في المجال السالب كلما كان العدد أكبر، لأن اثنان أكبر من الواحد، لكن لو ندخل ناقص على الطرفين فماذا يصبح؟ نغير اتجاه المتراجعة فتصبح بهذا الشكل. هذا السبب عندما في المتراجعات عندما نضرب في ناقص يجب علينا أن نغير اتجاه، إذا كان أصغر نرجعه أكبر والعكس. الآن لنرسم هذه الدالة، الآن أصبح ماذا لدينا؟ f لإكس واحد أصبح لدينا أصغر من f لإكس اثنان. سوف نحاول رسم هذه الدالة، لما نعوض بالصفر يصبح لدينا قيمة اثنان، لما نعوض بالواحد يصبح ناقص واحد زائد اثنان كم تساوي؟ تساوي واحد، هنا نغير كذلك يصبح ناقص x زائد اثنان. سوف نرسم هذه الدالة، عندنا قيمتين صفر والاثنان، عند الصفر في الاكس اثنان في الاجراج هذه النقطة، ثم ماذا؟ واحد واحد، يعني واحد في الاكس واحد في الاجراج هنا بالتقريب. لرسم مستقيم يكفي رسم نقطتين والوصل بينهما. الآن انظروا إلى منحنى الدالة كيف هو؟ إنه متناقصة، إن الدالة متناقصة. الآن حل أخيرة، لما تكون f لx ثابتة من أجل كل x واحد و x اثنان من مجال A يكون دائما لدينا f لx واحد تساوي f لx اثنان. مثلا عندي f لx تساوي ناقص اثنان، الآن لما يكون عندي x تساوي الواحد، هنا x لما نعوض بقيمة x واحد هي أربعة، هنا لا يوجد x حتى نعوض فيه، فتصبح القيمة هي ناقص اثنان لا تتغير. وهنا أيضا لما نعوض وهنا أيضا لما نعوض بالx اثنان، يعني التي هي ثلاثة قيمته ثلاثة، f لثلاثة ليس لدينا هنا x كي نعوض فيه، فتبقى القيمة ناقص اثنان. فمن أجل كل x واحد و x اثنان من مجال A يكون مختلفين، x واحد مختلف عن x اثنين، f لx واحد تساوي f لx اثنان. ونرسم منحنى الدالة بهذا الشكل، هذه القيمة التي لدينا ناقص اثنان، نأتي إلى محور التراتيب نعين هذه القيمة، لأن هذه ماذا تمثل؟ هذه القيمة تمثل الإجراك لـ f لx، فلنأتي عند الإجراك نعين ناقص اثنان ونرسم مستقيم موازي لمحور الفواصل بهذا الشكل، فنقول كلما تغيرت قيمة الإكس، انظروا عند الاثنان نسقط على المنحنى نبحث عن الإجراك قيمته ناقص اثنان، عند الواحد نسقط على المنحنى ونذهب إلى الإجراك نجد قيمة ناقص اثنان، عند الصفر نسقط على المنحنى قيمة ناقص اثنان، عند ناقص واحد كذلك، فهذه الدالة ثابتة، فنقول أن الدالة F ثابتة في هذه الحالة. سوف نتطرق في فيديو قادم إن شاء الله إلى دراسة تغير الدالة عن طريق المشتقة.